إحياء مناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة والمصادف لرابع عشر مارس من كل سنة بولاية البويرة كان مختلفا تماما عن باقي السنوات الماضية، حيث احتضنت منطقة تكجدة السياحية احتفالات هذا العام، أين استقبلت أزيد من 600 طفل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للمشاركة في عدة برامج وأنشطة متنوعة كغرس الأشجار، سباق العدو، وتسلق الجبال، إلى جانب أنشطة ترفيهية رياضية أخرى. أردنا خلق جو عائلي وخاصة وجو يريح ويعطي رسالة واضحة لكل الأشخاص وكل العائلات وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإرادات الخاصة أن لهم قدرات، وكل مؤسسات الدولة مهما كانت طبيعتها مفتوحة لهم كسائر المواطنين. أولاد رفعوا عن نفسهم واكتشفوا الحيوانات، اكتشفوا الطبيعة. قمنا أيضا بعدة ورشات، كانت هناك أيضا عدة نشاطات رياضية وترفيهية قاموا بها جميع أطفال مقيمي مؤسسة المتخصصة. وقد تضمن برنامج إحياء هذه المناسبة الهامة تكريم نخبة من التلاميذ المتفوقين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع فتح ورشات عبر الهواء الطلق، الأمر الذي لقي استحسان الأطفال وأوليائهم. مكاري أطفال. أنت فرحانة اليوم؟ فرحانة. أنا فرحانة. كيف فيها؟ أنا فرحان. جد. شفت الحيوانات؟ شفت الحيوانات. على المتحف. ساعدونا أطفال. تجدر الإشارة إلى أن برنامج إحياء هذه المناسبة أشرفت عليه مديرية النشاط الاجتماعي بمشاركة كل من مديرية التربية، محافظة الغابات، مصالح الحماية المدنية، ومديرية الشباب والرياضة.